أعزائي طلبة طالبات الصف الثاني الثانوي لغات علمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنكمل الدرس اللي أخدناه المرة اللي فاتت واللي هو Resultant of Coplinar Forces Meeting at a Point طبعا آه، زي ما انتم فاكرين If I have a set of point وليكن عندي Force F1 Sorry a Set of Forces F1 F2 F3 and so on is these forces meeting at a point the first force F1 make angle theta 1 with X-axis the force F2 make angle theta 2 with X-axis and so on قلنا ان احنا محتاجين to resolve these forces into two perpendicular direction طبعا التو perpendicular direction اللي هم متوفرين عندي وسهل ان انا اتعامل معاهم زي ما قلنا X-axis and Y-axis So, when we resolve F1 in two perpendicular directions, Fx or Fy, and all the, force, the forces in the F axis are components of this force in FX F axis F1 cosine theta 1, plus F2 cosine theta 2, plus F3 cosine theta 3, and so on. Also, Fy is the component of the resultant in y direction. is F1 sin theta 1 plus F2 sin theta 2 plus F3 sin theta 3 and so كده أنا حولت الـ set إنتو forces into two components one in x direction and the other in y direction. So R square equal Fx square plus Fy square. يبقى tan سيتا هتبقى equal Fy over Fx

their magnitude 4 2 5 and 3 root 3 in the directions east 60 north of east 60 north of west and 60 west of south find the magnitude and the direction of their resultant okay so it is eliza هرسم الـ الـ uh, principal directions اللي هو الإيست الويست نورث أند ساوث وهنا أول force اللي هي 4 in the direction of إيست، أوكي يبقى أول force هي 4 in the direction of إيست. The second force is 2 60 نورث أوف إيست، أدي الفورس 2. 60 نورث اوف ايست يعني هنا ال 60 نورث اوف ايست يبقى ال 60 دي هتبقى مين مع الايست اللي هو الدايركشن الاخير يبقى دي 60 الفورس الثالثه اللي هي 5 ان ذا دايركشن كام 60 نورث اوف ويست ادي نورث اوف ويست 60 نورث اوف ويست and اند ذا لاست فورس 3 روت 3 طبعا دي الانجل 60 يبقى دي 30 قلنا هي ال-last فورس اللي هي 3 روت 3 هتبقى in the direction كام west of south يبقى west of south يبقى 60 يبقى دي 30 كده انا عندي كل الفورس رسمتها وعرفت الانجل مع الايه الاكس دايركشن هنقول الفورس اللي عندي والانجل الفورس اللي عندي اول فورس 4 فور. تاني فورس 2 تالت فورس 5 رابع فورس 3 الفيرست فورس اون اكس اكسس يبقى الانجل 0 الفورس 2 make angle 60 with the positive direction of x axis. الفورس 5 make angle 90 plus 30 about 120 with x axis. and the last force 3 is root 3 make angle 200. طبعا انا هاخد الفورس والانجل تاني هنا كده عشان يبقوا قدامي وانا بعمل بحل مسالتي اهو يبقى نقول قلنا fx هتبقى كام؟ 4 cosine 0. plus 2 cosine 60 plus 5 cosine 120 plus 3 root 3 cosine 210 ونحسبها بالكالكوليتر بتاعنا هتطلع لي نيجاتيف 2 اوكي هنروح ل واي هنقول انها 4 sin 0 plus 2 sin 60 plus 5 sin 120 بلس 3 روت 3 ساين 210 يبقى اذا انا لما بعمل التيبل اللي فيه الفرس والانجل المساله بالنسبه لي تعتبر اتحلت يا جماعه واروح احسبها على, على الكالكليتر طلع لي 2 روت 3 بقى انا كده بقى عندي الاف اكس اللي هي الكومبوننت ان اف اكس ايكوال نيجاتيف 2 والكومبوننت ان واي اكس 2 روت 3 هنروح كده عشان تبقى واضحه بالنسبه لي انا كده انا عايز اعرف الانجل فين في اني في اني كوادرنت طبعا ادي نيجاتيف 2 اللي هو كومبوننت ان اكس اكس وادي 2 روت 3 ان واي اكسس يبقى كده الريزلت انت هتبقى فين؟ ايوه في السكند كوادرانت. طبعا هنا عشان اقول r r بار 2 هتبقى ايكوال اف اكس بار 2 بلس اف واي بار 2 اللي هي two root 2 روت 3 بار 2 بلس نيجاتيف 2 بار 2 ايكوال 16 يبقى r هتبقى روت 16 يعني 4 نيوتن. كده الرزالت. قلنا عشان اجيب الانجل هقول 10 انجل 10 سيتا سوري ايكوال اف واي اوفر اف اكس اف واي زي ما اتفقنا 2 روت 3 اوفر اف اكس نيجاتيف 2 طبعا انا هحسب شيفت 10 من غير النيجاتيف عشان اعرف الانجل لو هي في الفيرست كوادرنت هتبقى كام طبعا 2 هتروح مع 2 يبقى روت 3 يبقى الانجل لو هي في الفيرست كواد 30 سوري 60 لان 10 60 بروت 3 لما نعمل شيفت 10 لروت 3 هتطلع لي 60. بس يا مستر دي الانجل في السكند كواد في السكند كواد دي الانجل بتبقى كام يا جماعه 180 60 يبقى ايكوال كام 120 ديجري يبقى كده انا عرفت ان الريزلت بتاع السيت اوف فورس دي 4 اند ميك انجل 120 with اكس اكس طبعا انا ممكن اقول انها عامله انجل 60 نورث اوف ويست ده اوبشنال يعني اوبشنال سولفنج يعني In Alana, get all the five coplanar forces meeting at a point. Their magnitudes 9, 6, 4 root 2, 5 root 2, and 5 newton. Acted due to east, north, west, western, north, western, south, and south, respectively. Prove that the set of forces are in equilibrium. Okay. Bardar arsimil mean direction That is, east, west, when north, with south. The first force, 9. in direction of east the second force x in direction of north the third force for root 2 western north يعني ايه ويسترن نورث وما جابش سيره انجل خالص ويسترن نورث ايه اقصد انه باي سيكت يبقى الانجل هتبقى كام 45 و 45 ده لما يقول لي ويسترن نورث ويست كوت او ايسترن ويست اه هكذا اللي بعد كده اللي هي كام يا جماعه 5 root 2 وقال لي انها فين ويسترن ساوس برضو ويسترن ساوس سكت هيبقى الانجل 45 45 and the last force is 5 in direction of mean in direction of south يبقى ده اهي ال 5 in direction of south طبعا هنا يعني يجي نكتب الفورس زي ما اتعودنا وادي الانجل the first force 9 it's second 6 4 root 2 5 root 2 and 5 9 in direction of x axis so it make angle 0 with x axis The, first the second force 6 make angle 90 with the x-axis 4 root 2 90 plus 45 135 5 root 2 180 plus 45 225 and the last force 5 make angle 270 وزي ما تعودنا برضو هناخد الفورس والأنجل قدامنا عشان نعرف نتعامل وإحنا بنحل المسألة ادي آه التيبل اللي احنا عملناه قلنا اف اكس هيكون جاما يا جماعه 9 كوزين 0 plus 6 كوزين 90 plus 4 root 2 كوزين 135 plus 5 root 2 كوزين 225 plus 5 كوزين 270 وهنروح الكالكوليتر بتاعتنا نحسب بسرعه ايكوال 0 اف واي ايكوال 9 ساين 0 plus 6 sin 90 plus 4 root 2 sin 135 plus 5 root 2 sin 225 plus 5 sin 270 ونحسب برضه هتطلع لي equal 0. هنا ال fx equal 0 وال fy also equal 0. يبقى كده ال r equal 0. يا يعني معنى كده ان الايه السيت الـ set of forces are in equilibrium. ونروح we'll لإكسامبل جديد. The forces of magnitude 2f 3f and 4f نيوتن act in the direction parallel to the side of an equilateral triangle in the same cycle order. Find the magnitude and the direction of the resultant of this force. Okay. هنا قال ان 3 forces act in a direction parallel to the side of an equilateral triangle. Okay. انا عندي اقول equilateral triangle. وليكن التو الفورس بتاعتي 2F و3F و4F هقوم جاي عامل ايه؟ راسم عند اي فيرتكس من الفيرتكس بتاعته الاكس اكس والاي اكس زي ما احنا شايفين كده طبعا ده ايكولاتر تريانجل يبقى كل انجل هتبقى كام؟ 60 يبقى هنا لما اجي احسب اول فورس والانجل لما اجي اول فورس اللي هي كام؟ 2F 3F و4F ال 2F يا جماعه هي على الاكس اكسس نفسها يبقى عامله انجل زيرو ال 3F عاملة انجل كام مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس اه مش 60 احنا بناخدها من الناحية اليمين اللي هي مع اكس اكسس يبقى أنا 120 طب امال ال 4F عاملة انجل كام مع الاكس اكسس ايوه هي اللي عاملة انجل كام 240 ليه يا مستر 240 ليه؟ شوف حضرتك هي هنا ماشية في عكس الدايركشن فحضرتك انا هاخد ال100 بلس 60 اللي هي عشان فيرتيكال اوبزيت يبقى 200 كام 40 يبقى انا اقوم جاي على الاف اكس تاخد بالك لو الفورس ثاني هرجع للحته بتاع الفورس الفورس فور اف دي عشان تفهمها كويس حضرتك لو الفورس الدايركشن بتاعها مش في خارج من الاوريجن او مش خارج من الانترسكشن بوينت اوف اول ذا فورسز حضرتك مش بناخد الانجل المباشره بناخد الانجل اللي بت ايه سبلمنتد يبقى 2 2F كوزين 0 بلس 3 f كوزين 120 بلس 4 f كوزين 240 ايكوال نيجاتيف 3 over 2 f طبعا نيجي نقول اف واي يبقى 2 2F كوزين 0 بلس 3 f ساين 120 بلس 4 f ساين 240 ايكوال نيجاتيف روت 3 على 2 2F طبعا هنا انا عندي الفرص اللي هي الكومبوننت بتاع اكس والواي والريزالتنت هيبقى فين في الثيرد كوادرانت قلنا 4 2 هتبقى اف اكس بار 2 بلس اف واي بار 2 نيجاتيف 3 بار 2 اف بار 2 بلس نيجاتيف روت 3 على 2 بار 2 ايكوال 3 اف بار 2 طبعا هنا عشان اجيب التان سيتا قلنا اف واي على اف اكس طبعا دي نيجاتيف ونيجاتيف يبقى في الثيرد كوادرانت زي ما انتم شايفين هتبقى نيجاتيف 3 اوفر 2 اف ديفايدد باي نيجاتيف روت 3 على 2 اف هي ايكوال روت 3 على 3 طبعا هنا لو عملت شيفت تان هتطلع لي سيرتي لكن يا جماعه الانجل هنا مش في الفيرست كواد لان الريزلت انت مش في الفيرست يبقى نقول ايوه في السير ده يبقى السيتا هتبقى كام 180 ايه بلس سيرتي يبقى ايكوال كام 210 Triangle <تريانجل> ABC is an isosceles triangle where measured angle BAC equal 120 forces 4 و 6 root 3 and 4 act at A in the direction AB و CB و CA طبعا هذه ال -A triangle ABC احتاج اظبط الشكل هنا triangle ABC اللي هو الايسوسلس triangle E forces 4 ادي التريانجل بتاعنا التريانجل اي بي سي اهو قلنا major انجل بي اي سي ايكوال 120 الفورس 4 اكت ان ذا دايركشن اوف اي بي والفورس 6 روت 3 اكت ان سي بي اند ذا فورس 4 اكت ان سي طبعا هنا لو جينا هنا قلنا ايه طبعا ما دام ده تريانجل والانجل دي 120 طبعا المفترض ان اي بي هتكون ايكوال اي سي يبقى كل انجل من دول هتبقى ايكوال سيرت ديجري يبقى لما نكتب الفورس والانجلز بتاعتنا الفورس عندي قلنا 4 عامله الفور عامله انجل 0 لانها على الاكس اكسس طب الفورس اللي هي أكتون سي بي طبعا هي في عكس الدايركشن فهنقوم قايلين ايه ايوه هتبقى عامله انجل كام 300 طيب الفورس اللي هي 4 هقوم مكمل اللاين بتاعها هنلاقي 60 يبقى هي عامله انجل كام مع الاكس اكسس كده 4 عامله انجل 300 يبقى هنا كده انا هاخد الفورس والانجلز 4 عامله انجل 0 6 3 330 اند 4 300 واكتب الاف اكس ايكوال 4 كوزين 0 بلس 6 روت 3 كوزين 330 plus 4 cosine 300 equal 15 وبنفس الطريقة وال-FY equal 4 ساين 0 plus 6 root 3 ساين 330 plus 4 ساين 300 equal negative five root طيب. FX FX 5, 5 root 3 طيب أنا كده جبت ال-FX وال-FY أدي ال-FX 15 وال-FY 5 negative 5 root 3 يعني 5 root 3 in the negative direction يبقى العره تبقى في ال 4 Quadrant طبعا عشان اجيب الار نفسها اقول ايكوال اف اكس بار اللي هي 15 بار 2 بلس اف واي بار اللي هي 5 روت 3 بار 2 ايكوال 300 يبقى الار هتبقى روت 300 يعني 10 روت 3 نيوتن دي الريزالت عايز الانجل اللي عملها الريزالت مع اكس اكس اقول تان سيتا ايكوال اف واي اوفر اف اكس 5 روت 3 اوفر 15 هتطلع نيجاتيف روت 3 على 3 هنعمل طبعا شيفت 10 لروت سري على 3 هتطلع 30 لكن الأنجل for فور سكواد بتبقى 360 minus 30 هتبقى 330 ديجري فور coblenar forces 2, 1, 4 and 3 روت 3 نيوتن act at a point A in direction of BC و وCA اي دي and AD respectively where ABC is an equilateral triangle And D is the midpoint of BC. Find the magnitude and the direction of the result. Okay، أنا عندي angle ABC. equilateral ABC. The first force اللي هي طبعا equilateral هيبقى كل angle 6. The first force 2 act in mean BC. The second force 1 at BA. The third force 4 act at CA and the force force اللي هي كام 3 root 3 act in direction of AD where D is the midpoint of BC طيب انا كده عندي الفورس والانجل الفورس قلنا هي ال 1 وال 2 ال 1 عامله انجل 180 ليش معنى عامله 180 لانها مش في نفس الدايركشن بتاع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اس هي في الـ في الاوبوزيت دايركشن ال3 روت 3 هتكون عامله انجل كام خد بالك ده ايكولاتر تريانجل يعني دي انجل اللي هي اي دي بريبنديكولار وانجل بي 60 يبقى انجل دي اي بي هتبقى كام 30 ديجري طبعا الفورس 2 هي في الدايركشن بتاع البي سي هتبقى عاملة انجل 180 60 يبقى 120 واللاست فورس اللي هي 4 طبعا هتديها الانجل 30 هتبقى كام هنكمل عشان نشوف الانجل اه ادي دي الانجل 60 يبقى نقول 180 60 يبقى 240 يبقى زي ما من بنجيب التابل الفورس والانجل الفورس 1 180 3 روت 3 30

1 sin 180 plus 3 root 3 sin 30 plus 2 sin 120 plus 4 sin 240 equal root 3 على 2 طبعا الاثنين بوزيتيف اهو يبقى اف اكس اهي وادي اف الاثنين بوزيتيف يبقى الريزالتنت في الفيرست كوادرانت طبعا هنقول الريزالتنت r bar 2 equal اف اكس 2 plus اف واي 2 يعني half bar 2

BC equals 3 centimeters. The force is 2, 5, and 3 kilogram weight acting at the point A in the direction AB, AC, AD respectively. Find the resultant of these forces and the measure of its angle of inclination on AB. Okay. And i a rectangle ABCD. Taban, owl force 2 in the direction of AB. Taban, side the 4, or side the 3. أدي الفورس 2 in direction of AB، سكند فورس 5 in direction of AC، تالت فورس 3 in direction of AD طيب. طبعا هنا أنا عندي الفورس زي ما اتفقنا 2 وعاملة انجل 0 مع الـ AAB اللي هو الـ x-axis. 3 عامله انجل كام؟ 9 لانها ابرين بايه في الواي اكسس يعني بربنديكولر يبقى فاضل الانجل الفورس 5 سوري هتكون عامله انجل كام؟ عامله انجل سيتا مع الايه؟ الاكس أكس وثيتا دي سهل اجيبها لان انا عندي التريانجل اي بي سي رايت انجل تريانجل. ادي الفورس وادي الانجل بتاعتنا وقلنا اي بي سي رايت انجل تريانجل ده 3 وده 4 زي ما شفنا. يبقى با باي يوزنج بايثاغورس يبقى السايد التالت هيبقى 5 سنتي يبقى هنا زي ما قلنا هنبقول نقول اف اكس هتبقى كام 2 كوزاين 0 بلس 3 كوزاين 90 بلس 5 كوزاين سيتا 2 تايمز كوزاين 0 بكام 1 بلس 3 تايمز كوزاين 90 0 بلس 5 تايمز كوزاين سيتا كوزاين سيتا جيسنت اوفر هايبوتنس يعني 4 اوفر 5 يبقى ايكوال كام ايكوال 6

اهو زي ما احنا شايفين ادي الاف اكس ب 6 وادي الاف واي ب 6 يبقى الريزلت انت هتبقى في الفيرست كوادرانت و ار بار 2 زي ما اتفقنا ايكوال اف اكس بار 2 بلس اف واي بار 2 هتبقى ايكوال 6 بار 2 بلس 6 بار 2 ايكوال 72 يبقى هتبقى روت 72 اللي هي 6 روت 2 نيوتن او كيلو جرام ويت حسب اليونت

أكتات at A, B, C, A, A, E, A, E, A, D, respectively. Find the magnitude and the direction of the resultant of these forces. Okay, أنا عندي A, B, C, D rectangular يا جماعة A, B, C, D mm -hmm. طبعا A, B ب 8 سم و B, C ب 6 سم A belong to طبعا ده 6 سم برضه A belong to C, D وير اي دي ايكوال 6 سنتيمتر يبقى اي سي هيبقى كام 2 سنتيمتر الفيرست فورس 6 اكت ات مين اي بي السكند فورس اللي هي 20 اكت ات سي اي الثيرد فورس اللي هي 13 روت 2 اكت ات اي اي and the last force to act at AD. طبعا هنا لو بصينا للشكل كويس اول حاجه الفورسز والانجل انا عندي الفرس اللي هي 20 في عامله انجل سيتا مع مين مع الاكس اكسس وهنا احنا لو لاحظنا في التريانجل ADE دي دي اي 6 وعندي ad دي 6 برضه يبقى ده ايسوسس تريانجل يبقى الانجل دي 45 يبقى الانجل المكمله ليها 45 برضه طبعا دي سيتا اهي الفورس هو دي الانجل الفورس عندي 6 و2 و13 روت 2 اند 2 نيوتن ولا 20 نيوتن الانجل هنا كام اول انجل 6 عامله انجل 0 ثاني فورس 2 عامله انجل 90 في الايه بريبنديكولار دايركشن 13 روت 2 اه 13 روت 2 دي خد بالك هي عامله مع الفيرتيكال انجل 45 يبقى تبقى عامله مع horizontal انجل برضه كمان 45 أما الفورس 20 هتبقى عاملة أنجل كام؟ 180 بلس ثيتا. خد بالك ليه؟ لأنها خارجة من إيه؟ عكس الاتجاه، فأنا بضطر أكملها عشان تبقى في نفس الاتجاه بتاع إيه؟ الفورسز كلها. أدي التيبل بتاعنا اللي إحنا عملناه وهنقول إف إكس، طبعًا لو رسمنا برضه، طبعًا عملنا في المسألة اللي فاتت الرايت أنجل تري أنجل 6 و8، يبقى الهايبوتنس هيبقى كام يا جماعة؟ هنيجي نقول إف إكس هتبقى كام؟ 6 kosinus 0 plus 2 kosinus 90 plus 13 koren 2 kosinus 45 plus 20 kosinus 180 plus 6. Ta ena kosinus 180 plus 6 v drugem kvadrantu in vsi negativni kosinus 6. Eb enako 6 kosinus 0, 6 krat 1, 2 kosinus 90, 2 krat 0, 13 kosinus 45, 45. 13 times root over 2 minus 20 cos θ cos θ اللي هي 8 over 10 و تطلع 3 fy y يا جماعه equal 6 sin 0 plus 2 sin 90 plus 13 sin 13 root 2 sin 45 minus 2 sin θ <applause> لان برضو 100 ديال theta في السير دي يبقى كام؟ minus انا اقول 6 times sin 0 plus 2 times sine 91 plus 13 root 2 times sine 45 root 2 over 2 minus 20 times sine theta اللي هي 6 over 10 equals 3 كلام جميل جدا هنا ال f x طلعت 3 وال f y 3 ال r بار 2 هتبقى 3 بار 2 بلس 3 بار 2 equal 18 يبقى ال r root 18 اللي هي 3 root 2 نيوتن 3 إيه.

Find the magnitude and the direction of the result. طيب أنا هرسم هيكساجون زي ما إحنا شايفين كده وهقوم مسميه A B C D E F G H وهكذا زي الاسم هو مسمي A B C D H E. وهقوم جاي راسم X X Y X على أي فيرتكس ولتكن الفيرتكس A. وطبعا أنا هنا هاخد الفيرتكس A ليه؟ لأن كل الفورسز خارجة من بوينت A. اول فورس اللي هي كام 2 ان دايركشن اوف اي بي اهي ثاني فورس 4 روت 3 خارجه من اي سي ثالث فورس اللي هي 8 ان ذا دايركشن اوف اي دي الفورس فورس اللي هي 2 روت 3 ان دايركشن اوف H اتش اند لاست فورس 4 ان دايركشن اوف مين اي اي تمام طبعا هنا انا عايز هنا ما دام ده دا ريجولر هيكساجون يبقى دي تبقى كام طبعا الانجل اتش انجل ان ريجولار هيكساجون هتبقى 120 لان احنا عندنا قانون اللي عايز تجيب بيه اي انجل ريجولار بوليجون هيبقى ان ماينس 2 تايمز 180 اوفر ان تاني قانون بيقول ان 2 تايمز 180 اوفر ان طبعا هنا في الهيكساجون اتش انجل هتبقى ايه 120 اهي دي 120 وطبعا دي الانجل ايه كلها هتبقى 120 هتبقى مقسومة إيه سيرتي 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 بالترتيب كده يبقى حضرتك أنا عندي الفورس 2 و 4 روت 3 و 8 و 2 روت 3 أند 4 الفيرست فورس 2 عاملة أنجل كام؟ 0 الفورس 4 روت 3 هتكون عاملة أنجل كام؟ 30 الفورس 8 هتبقى عاملة 30 بلس 30 تبقى كام؟ 60 الفورس 2 روت 3 هتبقى عاملة أنجل 90 الفورس 4 هتبقى عامله انجل كام اه 120 وادي تابل بتاعنا هنقول اف اكس 2 كوساين 0 plus 4 روت 3 كوساين 30 plus 8 كوساين 60 plus 2 روت 3 كوساين 90 plus 4 كوساين 120 ايكوال 10 اف واي هتبقى 2 ساين 0 بلس 4 روت 3 ساين 30 plus 8 sine 60 plus 2 root 3 sine 90 plus 4 sine 120 equal 10 root 3. Add the force in the direction of x-axis 10 و f y 10 root 3 يبقى result هنا فين في first quadrant R bar 2 تبقى equal f x bar 2 plus f y bar 2 يبقى 10 bar 2 plus 10 root 3 bar 2 equal 400 يبقى R بروت root 400 يعني 20. طب عايزين نجيب الانجل يبقى تان سيتا اف واي اوفر اف اكس ايكوال تن روت سري على تن يبقى روت سري يبقى شيفت تان لروت سري يبقى سيتا ايكوال سيكستي ديجري يبقى ريزالت انت توينتي اند ميك انجل سيكستي ويز ذا بوستيف دايركشن اوف اكس اكسس وبرضو مسألة هيكساجون جديدة و A B C D E F is a regular hexagon M is the point of intersection of its diagonal. 441452 and 3 gram weight act at M. In direction of MA, MB, MC, MD, ME, and MF respectively. Find the resultant of these forces and prove that it is in the direction of MD. Add a gamma L A L hexagon. Lima Halitchi ال الكوردينيتس يعدوا على فيرتس زي المساله اللي فاتت وخليتهم يعدوا على الانترسكشن بوينت بتاع الداياجونال لان خد بالك كل الفورس هنا خارجه من الايه الام اللي هي البوينت اوف انترسكشن اوف الداياجونال يبقى الاحسن لي ان انا اخلي الام هي الايه الاوريجين بوينت ادي اول فورس ان دايركشن اوف ام اي ادي ثاني فورس 1 ان دايركشن اوف ام بي الفورس الثالثه 4 in direction of سي الفورس اللي بعدها 5 in direction of اي and the last force 3 in direction of اف طبعا هنا خد بالك هي الانجل دي كلها كام؟ 360 يبقى كل انجل هتبقى كام زي ما احنا شايفين هتبقى 60 ديجري لان هم 6 انجل 6 تايم 60 360.

الفورس سوري uh, uh, تو تبقى عاملة 240 الفورس ثري تبقى عاملة كام um, 300 وادي التابل بتاعنا يا جماعة ونبتدي نقول اف 4 كوزين 0 بلس 1 كوزين 60 بلس 4 كوزين 120 بلس 5 كوزين 180 بلس 2 كوزين 240 بلس 3 كوزين 300 0 هنلف واي 4 ساين 0 بلس 1 ساين 60 بلس 4 ساين 120 بلس 5 ساين 180 بلس 2 ساين 240 بلس 3 ساين 300 يكوال 0 الله اف اكس 0 اف واي 0 يبقى ار يكوال 0 يبقى الفرص للنيكليبريم ونروح لمسألة جميلة وفكرتها جميلة وحلوة وبسيطة وبيقول لحضرتك the forces 5 4 F 3 K and 7 Newton act at a particle the measure of the angle between H2 consecutive 460 find the value of F and K that make the forces of the system in equilibrium. أروح أرسم ال coordinate X axis Y axis أقول أول force 5 هاخدها دايما في الدايركشن بتاع X axis زي الفرصه الثانيه 4 قلنا هي الانجل بتوين h 2 كونسكيوتيف ايه فرصه 60 يبقى الانجل 60 و4 و اف و3 كي وكام يا جماعه او 7 اتفقنا ان كل انجل بتوين تو فرصه من طول هتبقى كام 60 ادي اه الفرصه بتاعتنا اول انجل اول فرصه 5 عامله انجل 0 يبقى 4 عامله انجل كام 60 يبقى اف عامله انجل 60 بلس 60 يبقى 120 و 3 عامله انجل 180 بلس 60 يبقى 240 بلس 60 يبقى 300 وادي التيبل اللي احنا اتعودنا نكتبه قدامنا واحنا بنحل قلنا الفورس اف اكس 5 كوزين 0 بلس 4 كوزين 60 بلس اف كوزين 120 بلس 3 كوزين 180 بلس K كوزين 240 بلس 7 كوزين 300 طبعا هجمع كل الارقام ما عدا اللي فيها اف وكي ولازم الكلام ده يكون ايكوال 0 طبعا 5 كوساين 0 ب 5 4 كوساين 62 اف كوساين 120 هتبقى نيجاتيف هاف اف لان كوساين 120 بنيجاتيف هاف 3 كوساين 180 يبقى نيجاتيف 3 كي كوساين 240 يبقى نيجاتيف هاف كي 7 كوزاين 300 يبقى 3.5 ايكوال 0 طبعا هنا انا شايف عندي هجمع الارقام الاول يبقى نيجاتيف هاف اف ماينص هاف كي ايكوال نيجاتيف 7.5 عشان اخلص من الهاف كلها هعمل الايكويشن كلها تايمز 2 يبقى اف بلس كي ايكوال 15 طبعا هنا انا عملت تايمز سوري نيجاتيف 2 مش 2 عشان ايه اتخلص من نيجاتيف وهسمي الايكويشن دي ايكويشن نمبر 1

يبقى روت 3 على 2 F 3 ساين 180 نيجاتيف روت 3 على 2 K بلس 7 ساين 300 نيجاتيف روت 3 على 2 ايكوال 0 طبعا هنا برضه هقول روت 3 على 2 F انا ممكن اعمل تايمز 2 اوفر root 3 عشان اخلص من الروت خالص يبقى 2 root 3 تايمز 2 اوفر root 3 تبقى 4 روت 3 على 2 تايمز 2 على روت 3 تبقى اف بس ماينس كي ماينس 7 ايكوال 0 طبعا يبقى هنا اف ماينس كي هتبقى ايكوال كام 4 ماينس 7 يبقى نيجاتيف 3 هتطلع بره ب 3 يبقى اف ماينس كي ب 3 يبقى انا كده بقى عندي تو ايكويشن اللي هم اف بلس كي ايكوال 15 واف ماينس كي 3 اف واد زيز تو ايكويشن يبقى اف بلس اف يبقى 2 اف والكي هتتكنسل مع الكي يبقى 2 اف ايكوال 18 ديفايدد باي 2 يبقى اف ايكوال 9 يبقى انا عرفت ان الفورس اف ب 9 سابستيتوت ان 1 اور 2 يبقى 9 بلس كي ايكوال 15 يبقى كي هتبقى 15 ماينس 9 هتبقى كي ايكوال كام 6 ونحل مع بعض بعض مسائل الاختيار متعدد عشان ننهي بيها درسنا وهنا سيادتك اف اف 1 ايكوال 2 اي ماينس 2 جي و اف 2 ايكوال 4 اي ماينس 8 جي اند ار ايكوال 2 اي اي 3 بي جي then a plus b equals 3 3 and 3 6 and 3 12 طبعا هنا ال r equal f1 plus f2 يبقى هنجمع f1 plus f2 اللي هي الريزالتنت ايكوال كام 2i 2j plus 4i 8j هنجمع ال i مع ال i 2i plus 4i يبقى 6i نيجاتيف 2j 8j يبقى نيجاتيف 10G comparing يبقى 2A هتبقى equal 6 divided by 2 يبقى ليه equal 3 negative 3B هتبقى equal 10 negative 10 أو 3B equal 10 divided by 3 يبقى الB equal 3 and 3 Then A plus B equal 3 plus 3 over 3 يبقى 6 and 3

المفروض يبقى ايكوال 6 يبقى هي 6 ماينص 7 يبقى ايكوال نيجاتيف 1 حضرتك هنجمع الكوفيشن بتاع جي اللي هو نيجاتيف 2 ماينص 1 ماينص بي يبقى نيجاتيف بي ماينص 3 هتبقى ايكوال نيجاتيف 4 او بي بلس 3 هتبقى ايكوال 4 يبقى ممكن اقول نيجاتيف بي ايكوال نيجاتيف 1 يبقى بي ايكوال 1 يبقى الاوردر دي بير اي وبي ايكوال كام نيجاتيف 1 1 if F1, F2, F3 are 3 coplanar equilibrium forces. And F1 equal to I minus 3J, F2 equal 3I plus 5J, then F3 equal. طيب هما ما دام equilibrium يبقى المفروض 3 الصم بتاعهم الثلاثة يبقى equal 0 أو F1 plus F2 equal negative F3. يبقى F3 هتبقى equal كام؟ F1 plus F2 بس هنعملهم بالماينس اف 1 بلس f 2 يبقى 2 بلس 3 5 يبقى نيجاتيف 5 اي نيجاتيف 3 بلس 5 يبقى 2 يبقى نيجاتيف 2 جي يبقى f 3 تبقى نيجاتيف 5 اي ماينس 2 جي نمبر 4 اف f 1 ايكوال 5 اي و f 2 ايكوال 7 اي ماينس 5 جي زين R ايكوال ابسوليوت فاليو طبعا بتاعها طبعا قلنا الار هتبقى الصم بتاع الفور الفورسز هنعمل السم على الفورسز يبقى 5 7 i يبقى 12 i 5 g طبعا المجنيت بتاع الريزلت هيبقى روت 12 بار 2 5 بار 2 يبقى ايكوال 13 وفي الشكل اللي قدامنا ده عندي فورس 6 و f و 8 الفورس 6 ميك انجل 30 وذ اكس اكسس والفورس f عامله انجل كام يا جماعه 150 مع الاكس اكسس والفورس 8 عامله انجل 180 وبيسالني بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر ذا ريزالتنت ذوس فورسز اكت ان واي اكسس زين اف ايكوال كام هنا قال لحضرتك ان الريزالتنت اكت ان واي اكسس معنى كده انه يقول لك ان الايه كومبوننت ان اكس دايركشن ايكوال زيرو نجيب الكومبوننت بتاع اكس دايركشن اللي هو هنقول 6 كوزين 30 بلس اف كوزين 150 بلس 8 كوزين 270 كل ده المفروض ايكوال زيرو لان مفيش فيش كومبوننت ان اكس اكسس 6 كوزين 30 يبقى كام 3 روت 3 اف كوزين 30 يبقى نيجاتيف روت 3 اوفر 2 اف بلس 8 كوزين 270 يبقى نقول كام روت 3 على 2 اف ايكوال 3 روت 3 لان 8 كوزين 270 0 هنعمل تايم ستوبر روت 3 يبقى اف هتبقى ايكوال كام هتبقى ايكوال 6 ده كان درسنا النهارده اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم واراكم على خير في درس جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته